جوهرة اف ام الدنيا وما فيها. Down and rising up, but always seem to fall behind. And all the lights and all the tunnels faded out and left me blind. Cause in the wild, I was getting drunk with something. ما ننجمش أنا كحمد البلي نجزم ونقول فما مثلا على رأس فما تنظيم هو اللي يمشي وكذا، وما عنديش ديزبريف كونكر، ماني شادد جاني أربيتر نهار قال لي أعطيني فلوس ربحك ماتش، ولا سمعت وأنه خسرت ماتش وأربيتر خذ فلوس، راني أول واحد مشيت بلغت. ولكن اليوم صحيح الماشين بيه هو منظومة تاع ثمانينات سبعينات، ما عادش اليوم تنجم تركب الجديد في كرة القدم. دونك هذا هو معناتها التكتيك نتاعك وصلوا له، وانا بحاول لهم على سيري ذاك يلموا الكثير من الناس اللي تتماشى في الراي هذا. وكنت صرحت به حتى رئيس الجامعه، قلت له اليوم حان الاوان باش الجامعه تعمل ستيب اب، معناها تبعد شويه على كرة القدم. ماهيش معقول باش رئيس الجامعه يقعد يشوف كرة على البار دخلت ولا ما دخلتش، مش معقول. تجميد نشاط الحكم رزقله وجلال السحباني من مباراة الكلاسيكو بين النجم الافريقي، تجميد نشاط الحكم امير لوسيف في لقاء النادي البنزرتي والنجم المتلوي، مراسلة الاتحاد الدولي من اجل الاستعانة بتقنية الفيديو، تدعيم لجنة التعيينات وتوسيع الشيخ بعد زيد يعطينا تفاصيل اكثر. يعني الاعضاء الموجودين قعدوا عواز طرابلسي، جمال بركات، زادهم توفيق العجنقي، هشام قيرات وياسين حروش. هذا كل شو رايك سريدة؟ المسؤول الاول عليه الكوارث الكل يعرف شكون ويعرف روحه، ما عليه كان يتحمل البلاء ويتحمل النتائج والقرارات الشجاعه. كان جاي فما قرار شجاع، اول حاجه هو الاستقاله واستقالته هو كمسؤول اول على الجامعة التونسية لكرة القدم وعلى كل ما يجري في كرة القدم التونسية. يخرج من المنظومة هذه، خلي اللجنة نتاع تحكيم مستقلة، يعطي للرابطة المهمات نتاعها، ما يعملش كل شيء. لا فما لا رابطة، لا فما رؤساء جمعيات، لا فما هيئة معاه في 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 في, 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 في الجامعة. فما واحد برك ياخذ قرار، فما واحد برك هو اللي سطر، فما واحد برك هو اللي يقول شكون مش يربح، فما واحد برك يقول شكون مش يخسر، وفما واحد برك هو الكلمه الاولى والاخرى اللي هو فين صار هذا. ما صارش حتى في دكتاتوريه في اي مكان في العالم، ما صار كان في تونس. وقفوا البطوله حتى نلقاو طرق وحتى نلقاو تمويل، تعود نحكيو على التمويل، تعود نحكيو على كرة القدم وكيفاش مش نكونوا الشبان وكيفاش مش نعطيه كذا. احنا النهار كنا نحكيه على اربيتر هو غلط في غلطة ولا هو عطاه بينالتي ولا ما عطاش ولا عطاه اورجو ولا ما عطاش، مهازل من مقابل الى مقابل. احنا كنجم رياضي الساحلي بالنسبة لنا احنا الشخص هذا احسن قرار ياخذه يتحمل مسؤوليته ويستقيل ويمشي على روحه، على خاطر ما عادش ينجم يجيب حتى اضافة لكرة القدم التونسي. احنا اللي ركزنا الكل كونسنترينا البوفوار الكل عند شخص واحد، احنا اللي صوتنا على تنحيه الكناس جمهور رؤساء الانديه، واحد يحتاج لانه تظلم والباقي كله ركش لانه ما تظلمش، وهذا هو الواقع. ما جبتش حاجه من عندي، اللي مظلوم قاعد يحتاج ولا مش مظلوم هاني ساكت وماشي وماشي اموري طيبه اموري باهيه ونخرج نقول ديكلاراسيون باهيه وما نعملش المشاكل. اخر اداه هي التحكيم، والكره فيها برشا مشاكل، الاحتراف والتمويل والكونتراتات الملاعبيه والوضع الجمعيات وكذا كذا والديبلاسمونات والترانات واللي تحب انت. مش عندنا ناس مسؤوله على الرياضه في تونس؟ مش عندنا ناس مسؤوله على الامن في تونس؟ على وضع البلاد؟ اخي مش من شان دولتنا، من شان بلادنا اخي السياسيين يتفرجوا على الناس تكفل بعضها ويتفرجوا وحتى رده فعل. باش تولي مجموعه مش نختاروا ينهارهم يا الاربعاء يا الخميس. المجموعه هذه فيها خمسه انفار، مش يوقع تعيين الحكم، زوز مساعدين، حكم الرابع ومراقب المباراة، كل أتاب نتفاهموا فيهم ونخرجوا مباشرة التعيين من هنا إلى آخر الموسم. مقابلات البطولة ومقابلات الكأس مش يوقع الاعتماد على إلا على الحكام اللي أعطاوا ساتيسفاكسيون من أول موسم إلى حتى وقت. السياسة المعمول بها اليوم في كرة القدم التونسية النفط مقابل الغذاء، والنفط يختلف.
فما النفط بالنسبه للبعض هو البطول، بالنسبه للبعض الاخر كاس، بالنسبه للبعض الاخر تفادي النزول، بالنسبه للبعض الاخر الصعود للدرجه الاولى، بالنسبه للبعض الاخر شويه فلوس في الهوات باش ينجموا يسيروا بهم الجمعيه نتاعهم. عايشين بالنفط. اليوم فما بعض الجمعيات، نحكي لك على الوضع اليوم، سي رضا شرفدين يعمل في نداء للجمعيات باش تتلم رؤساء الجمعيات ويمثلوا مجموعه ضغط على الاقل لتغيير الوضع في تونس على مستوى كرة القدم، على مستوى التسيير، على مستوى الهيكل، أو حتى على مستوى الأشخاص اللي موجودة وتسير كرة القدم التونسية. هذا راهو اليوم فما مشكل صغير فيه، مشكل هو الثقة. شو معنى الثقة؟ في وقت معين تكلم النجم الرياضي الساحلي خسر البطولة، تكلم النادي الإفريقي شوية لعب من أجل تفادي النزول، الاتحاد المنصري في وقت معين منزل المصلحة بعض الأندية من جهة أخرى باش تطلع، والنادي الصفاقسي، النادي الرياضي الصفاقسي تقريبا اللي توقف، ولكن الوحيد اللي قالوا ما حاجتي شيء، انا حاجتي نعمل بطوله، حاجتي على كوب، ما عندك ما تعمل، ما حاجتيش انا اخذ حتى 10 سنين من نص حتى تيتر، ما حاجتي بحتى شيء، باش اخذ موقف مبدئي. الجوهره افهم الدنيا وما فيها.